موت أطفال المسيحيين في العراق وتهجير عائلات هذه الأقلية من قراها أسباب شجعت الرجال المسيحيين للقتال في بلاد ما بين النهرين دفاعا عن النفس. 1700 شهيد وفرح نسوانهم وأهل الشهداء زود يسوع المسيح. زهاء 40 متطوعا حمل بعضهم رموزا دينية مسيحية كالصليب والسيد العذراء والسيد المسيح وتدرب على حمل السلاح ضمن فصيل يعرف باسم كتائب بابليون. هذا الفصيل يتدرب في قاعدة تابعة للقوات العراقية قرب مطار بغداد بإشراف قياديين في قوات الحشد الشعبي. التدريبات تقام داخل باحة معسكر أحيطت أسواره برموز دينية مسيحية وإسلامية بينها صليب كبير من الخشب ورايات الله أكبر ولا إله إلا الله بالإضافة إلى راية كتائب بابليون المؤلفة من خريطة العراق وفوقها عبارة الحركة المسيحية في العراق. المجندون الذي رسم بعضهم الصليب وشما على جسمه أو علقه حول رقبته يرددون عبارة يا مريم أثناء مشاركتهم في التدريب لقتال داعش. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نحن أبناء سهل نينوى من الطائفة المسيحية. غالبية متطوعي الكتائب هم من الموصل المعروفة بكنائسها الأثرية التي أصبحت خالية من الوجود المسيحي بعدما خير داعش المسيحيين فيها بين إشهار إسلامهم أو دفع الجزية أو الموت. أمين عام كتائب بابليون ريان الكلداني أكد أن الهدف الرئيسي من تشكيل قواته هو تحرير الموصل بعدما شاركت في عمليات تحرير تكريت وبيجي.